بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء وهذا الدرس هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. قبل أن نبدأ بالمتن وقراءة ما تبقى من الدرس السابق، ما الأجر المترتب يا شيخ على المحافظة على السنن الرواتب؟ لأن بعض الناس يكتفي فقط في الفروض ولا يأتي بهذه السنن طول حياته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ينبغي المحافظة على السنن الرواتب مع الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الرواتب تكمل منها الفرائض يوم القيامة. إذا كان في الفرائض نقص فإنه يكمل من هذه الرواتب فيحافظ عليها، إلا إذا كان مسافرا يقصر الصلاة فإنه لا يأتي بهذه الرواتب. قال ابن عباس رضي الله عنه: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت، يعني أتممت الصلاة، إلا راتبة الفجر فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. هذا يقول بأنه سيسافر مع أخيه للعلاج، وقدر الأطباء مدة العلاج من الأيام 6 أشهر، هل يقصر ويجمع؟ لا، الإقامة التي تزيد على 4 أيام أثناء السفر لا يجوز أن يقصر فيها ولا أن يفطر في رمضان، لأن السفر انقطع بهذه الإقامة الطويلة، فيتم الصلاة ويصوم رمضان في إقامته أثناء السفر إذا كانت إقامة طويلة. نعم. نعود إلى المتن. وقال المؤلف رحمه الله تعالى حيث وقف بين الحديث عند ذلك، قال طلحة بن مصرف: أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون: إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. المراد بالختم هنا إكمال القرآن الكريم تلاوة، هذا هو الختم. وإذا دعا في نهاية الختم استحب له ذلك، وكان الصحابة يجتمعون عند قارئ القرآن إذا أراد أن يدعو للختم، ويؤمنون على دعائه ليشاركوه في الأجر. وقت الختمة إن كان في الشتاء تكون في أول الليل، وإن كان في الصيف تكون في أول النهار، وذلك لأن الليل يطول في الشتاء فيطول استغفار الملائكة له، ويطول النهار في الصيف فيطول دعاء الملائكة له. كانوا يختمون في الصيف في أول النهار لأجل أن تصلي عليهم الملائكة حتى المساء، حتى تغرب الشمس،
ويكون الختم عندهم في الشتاء في أول الليل، لأجل أن تستغفر لهم الملائكة إلى أن يصبحوا. والليل يطول في الشتاء كما هو معلوم، فيطول استغفار الملائكة لهم. نعم. ويحسن صوته بالقرآن ويرتله. نعم، يحسن صوته بالقرآن، لأن تحسين الصوت بالقرآن مطلوب، قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستمع صلى الله عليه وسلم لقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الليل، إذا مر ببيته يقف ويستمع لقراءته، وأخبره بذلك، قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، قال: لو كنت أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي زينته بصوتي تزيينا. ففيه دليل على استحباب تحسين الصوت بقراءة القرآن والترتيل أيضا، والترتيل معناه الترسل في القراءة، فلا يهذ القرآن هذا كهذ الشعر، ولا يمططه تمطيطا زائدا عن المألوف كما يفعله الذين يطبقون التجويد. فهذا التجويد أمر اصطلاحي، والمطلوب من الإنسان أن يتقن القراءة وأن يرتل القراءة، ولو لم يتعلم أحكام هذا التجويد والمدود والتنوين وما أشبه ذلك. هذه مكملات، إن حصل من غير إسراف، إن حصلت فإنه يستعملها من غير إسراف، وإن لم تحصل فإنه يقرأ على طبيعته التي أعطاه الله عز وجل، ويحاول تحسين الصوت، ويحاول الترتيل بحيث لا يهذ القرآن أهذا كهذ الشعر. نعم. بعض الشباب من أئمة المساجد في رمضان الشيخ صالح يبالغ الحقيقة في المدود وفي القراءة ويتعب من خلفه. هذا لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فالإمام يراعي أحوال المأمومين وينزل على ما يريحهم خلفه. نعم. ويقرأ بحزن وتدبر، يقرأ قراءة حزين متأثر بالقرآن، وحتى لو لم يكن هذا بباعث من نفسه فينبغي له أن يتحزن في تلاوة القرآن ليعتاد ذلك ويسهل عليه، وهذه قراءة الخشوع. نعم. ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعود عند آية العذاب. كذلك من آداب تلاوة القرآن أنه يقف عند آية الرحمة ويسأل الله، ويقف عند آية العذاب يعني ذكر العذاب ويستعيذ بالله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا لئلا يؤذيهم. نعم، لا يجهر بالقراءة إذا كان جهره يؤثر على من حوله، يشوش على من حوله من النائمين أو المصلين أو التالين للقرآن، بل يراعي ذلك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون من الليل، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. نعم. ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وباكيا وماشيا، يعني في غير الصلاة لا بأس بقراءة القرآن جالسا وقائما وقاعدا وماشيا، فيقرأ
على ما تيسر له وما سهل عليه، يكون في هذا ملازما لتلاوة القرآن ليعتاد عليه ويألفه ويتلذذ به. نعم. ولا تكره في الطريق ولا ما حدث أصغر. ولا تكره القراءة في الطريق وهو يمشي، ولا تكره أيضا القراءة وهو على غير وضوء من الحدث الأصغر لكن عن ظهر قلب، أو يقرأ من المصحف لكن لا يمسه إلا من وراء حائل أو بواسطة آلة. نعم. وتكره في المواضع القذرة. تكره قراءة القرآن في المواضع القذرة مثل محلات قضاء الحاجة ومحلات الوضوء، فلا يقرأ القرآن فيها. نعم. ويستحب الاجتماع لها. يستحب الاجتماع لقراءة القرآن بأن يقرأه واحد والبقية يستمعون، أو يقرؤونه بالدور، كل يقرأ إذا وصل إليه الدور، فهذا من ما يسبب عظمة الأجر والمشاركة في الأجر، تعاون على البر والتقوى. نعم. والاستماع للقارئ. يستحب الاستماع للقارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لقراءة أبي موسى الأشعري، وهو كان حسن الصوت رضي الله عنه، وكذلك غير أبي الحسن ممن كان له صوت حسن، يستحب الاستماع إليه ليتلذذ بتلاوته ويتأثر. نعم. وكره أحمد السرعة في القراءة. كره الإمام أحمد السرعة في القراءة، قراءة الهذ والهذرمة، هذا مكروه، بل يقرأه مرتلا مترسلا في تلاوته. نعم. وكره قراءة الألحان. قراءة الألحان بأن يجعل القرآن يشبه الغنى، يغني به لا يتغنى به، يتغنى يعني يحسن صوته، قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لا يتغنى بالقرآن، فيحسن صوته لكن لا يحوله إلى مثل صوت الأغاني والتمطيط وما أشبه ذلك. نعم. ولا يكره ترجيع ومن قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم. ولا يكره الترجيع يعني ترديد الآيات ليتدبرها ويتأملها، ويحرم أن يفسر القرآن برأيه، القرآن إنما يفسر بالقرآن أو يفسر بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يفسر القرآن باللغة العربية التي نزل بها، فهذه وجوه التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، فإن لم يجد يفسره بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإن لم يجد في السنة فيفسر باللغة العربية التي نزل بها. نعم. شكر الله لكم شيخ صالح، وبارك الله فيكم على تفضلكم بشرح هذه الدروس المفيدة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة. أشكر فريق العمل الذين قاموا بتسجيل هذا اللقاء، ويتجدد اللقاء إن شاء الله في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.